قلتلكوا شويه البصاره دول عايزين حاجات جنبها حلوه برضو، بس يعني لو كده حد طلعلك وقالك هو انت عامله اكل ايه النهارده، تقولي له عامله بصاره، يقولك نعم وجنبها ايه، اقولك جنبها ايه بقى اللي هترضيهم. هنعمل شويه بطاطس ويدجز، بس هنديها الطابع شويه البصاره. ازاي؟ تعال اقولك. هعمل بطاطس بالتقليه. كل اللي محتاجاه بطاطس الويدجز بتاعتنا دي، سلقينها اهي وبقشرها خلاص، وبعدين ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا مدخنه، وشويه زيت زيتون، وتخرج لي بقى يعني شويه كده لما تاخد لون هروح رش عليها ايه شويه جبن وادخلها تاني تسيح، وشويه تقليه تاني. انا هعمل شويه بطاطس حلوين قوي. تعالى يا سيد معلش عايزه طبق من هنا. بالتقليه عباره عن ايه؟ بطاطس ويدجز الاسود مثلا او الغامق اللي تحت، خلاص، ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا مدخنه، شويه زيت زيتون، وكمان هحط عليهم جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا وشويه بصل مقرمشين. هو تمام. هعمل ايه؟ هروح جايبه كده البطاطس اللي عندي واروح حطاها هنا ولفاها بالحاجات اللي احنا قلناها. ادي البابريكا عايزه اقول لكم بتليق، بابريكا المدخنه من الحاجات اللي بتليق قوي قوي على البطاطس. يعني عايزه اقول لك لو محمره شويه بطاطس حطيتي عليها بابريكا مدخنه كانك حطيتي مجموعه توابل، بتليق قوي خلاص. طبعا ايه، بحط التوابل كتير ما عدا الملح لازم يكون قليل. شويه زيت زيتون حلوين، وهقلب بقى كل ده اهو وادخلها الفرن. مسلوقه يا جماعه بقشره متقطعه التقطيعات دي خلاص. بصوا بقى حلاوتها، اتغلفت تماما بايه، بالتوابل والزيت، وادخلها الفرن. واقول الو يا ام عمار. الو، ازيك يا شيخة؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه، اخبارك؟ عاملة ايه، وحشتيني والله، منورة الشاشة حبيبتي، منورة بيكو. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، في نعمة طول ما انا بسمع صوتكم والله، ربنا يخليكم. الله يخليكي، تسلم ايديكي على الاكلات الحلوه بتاعتك. تسلمي يا حبيبتي، بتحبي الاكلات المصريه زي كده وبتحسي ان انت روحتي جيتي بترجعي تحن لها؟ اكيد طبعا. بتحبي البصاره ولا؟ لا بحبها. ايوه كده بقى، دخلها الفرن. بحبها جدا. ايوه كده بقى. تسلم ايديكي يا شيف، والله انا بحبك قوي قوي حبيبتي، ربنا يخليكي من القلب للقلب.